تحياتي لكم مشاهدينا الكرام من ملعب الفيلودروم، معكم فارس عوض يحييكم في تغطية لهذه المباراة. نتمنى بأن نشاهد مباراة مثيرة وكبيرة مليئة بالمتعة والإثارة. أجواء هنا رائعة جدا حقيقة، نتمنى بأن تكون المباراة على نفس هذا القدر من الإثارة. مباراة تكون مهمة لأنها تحضر الفريق للمباريات الرسمية، تجعل أيضا يكتسب الخبرات وتزيد من ثقته في حال حقق نتيجة إيجابية. هذه تشكيلة المنتخب الفرنسي على الشاشة. مايك مينيا في حراسة المرمى، كومان سيبدا مع مبابي في مركزي الجناحين، وفي الأمام يتواجد رأس حربة وحيد في هذه التشكيلة. المنتخب الفرنسي، الديك الفرنسي، واحد من أفضل المنتخبات العالمية، اسم كبير في الكرات الأوروبية، وواحد من المنتخبات التي سبق وأن توجد باللقب العالمي حينما استضافوا بطولة كأس العالم 98. لا يمكن أن نذكر فرنسا وأن لا نقول زيدان، فوز تاريخي على البرازيل في النهائي. هذه تشكيلة الفريق الضيف، يلعب اليوم تكتيك 4-4-2 الماسي. ركلة فرنسية تعلن عن انطلاقة المباراة. امبابي، مرت قوية بالكاد على العارضة. وهنا الهجوم المنظم يعطي حلول مختلفة. ثيو هرنانديز، يتوغل مبابي لام في المساحة على الأطراف، لكن لم تستغل ولم تكتمل وانتهت الفرصة. أكيد مع قدرات غريزمان يكون هناك توقعات كبيرة لمستواه، خاصة إذا كان في يومه. مسألة الربط بين خطوط الفريق، تنقل الكرة بشكل جميل، يضع جسمه هنا في طريق الكرة. كانت فرصة مواتية لكنه لم يتعامل بالشكل المطلوب. الكرة إلى ضربة مرمى. رياض محرز يصوب بقوة، يا رب الشباك تهتز سريعا اليوم للمرة الأولى في المباراة. تصويبة قوية بتحرك المرمى، الكرة كانت في السقف، حطها بكل قوة. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. أدريان رابيو عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم. يتقدم بالكرة باتجاه المرمى. أنطوان غريزمان، الكل يتوقع تسديد الآن. الحارس يتألق في إيقاف هذه الكرة. تدخل ناجح في قطع الكرة في هذه اللحظات. فرصة قد تشكل خطورة.
يا سلام على التناغم، الله على الانسجام، شوف التمريرات، شوف النقلات. انظر إلى الضغط المميز، كرة قد تشكل خطورة. رياض محرز، فرصة متاحة. خطيرة في هذه اللحظات. الله على هذا الهدف، هدف توسيع الفارق وتعزيز التقدم بفارق الهدفين. شوف الهدف من جديد، التمركز والتحرك في المكان والتوقيت، يضع الكرة في الشباك ولا يترك مجال لحارس المرمى للتصدي. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. مبابي، مبابي، العربي سوداني، تدخل واللاعب يفقد الكرة. أوبا ميكانو، تشاوميني، وصلت إلى كوناتي. خطورة تأتي من كومان، سريع جدا في انطلاقاته. الخطورة تتواصل، الله على استخلاص الكرة. مبابي، محاولة كبيرة لهجمة مرتدة ممكن أن تشكل خطورة. كرة مرتدة وفرصة قد تشكل خطورة. هل تستغل الفرصة؟ مايك ميليا يرتمي بشكل ممتاز ويتصدى هنا. تلعب قصيرة الركنية. رياض محرز، مساندة تصل الآن. خطيرة عن ديلور، تدخل حاسم وبلوك في منتهى الروعة. كرة تصل إلى ضربة ركنية. رياض محرز، تدخل مثالي داخل ال 18. يا لحيب الله على التمريرة، عدت الكرة لمبابي. ما زالت الفرصة خطيرة بعد تدخل حارس المرمى. تكتب نهاية للخطورة في هذه اللقطة. يقود الهجوم بهذه الانطلاقة المميزة، وكرة باتجاه المرمى. يفرض أسلوبه، يفرض طريقته، يستحوذ على الكرة. مجهود كبير وفرصة خطيرة جدا ضاعت في النهاية. غياب التوفيق، الحارس بالتأكيد سعيد بمساندة العارضة على تدخلها. مع هذه المحاولة يمكن أن تتبدل الأمور. رياض محرز، رائع في قراءة الكرة وقطع المحاولة. كومان، الضيف ثقيل جدا هنا، وتقدم كبير قبل دقائق من نهاية شوط المباراة الأول. أداء قوي جدا فوق أرضية الملعب اليوم، سيطرة كبيرة، مستوى رائع خاصة في الناحية الهجومية والتي شهدت تألق كبير واستثمار للفرص المتاحة بشكل جيد، وهو الذي يجعل الفريق في وضعية مريحة الآن بالنسبة للنتيجة. فرنسا تلعب بشكل ممتاز على الطرف، كرة عرضية ناحية مبابي. كان بإمكانه أن يتصرف بالكرة بشكل أفضل، عرضية كانت بدون تركيز، يمسكها حارس المرمى بكل سهولة. الله على تمريرة، هل تستغل هذه الفرصة؟ وينتهي التهديد بعد تدخل حاسم هنا. يجب تسريع الهجوم المرتد الآن. كرة مرتدة والدفاع يحتاج للعودة. أدريان رابيو، الله، العارضة تبعد الكرة من الدخول. سوداني ينطلق يتقدم في هذه اللحظات. سوداني، الحارس يصد ويمنع ويرفض تسجيل هدف آخر. الله على التصدي. كرة بتروح في 18.
حارس المرمى يمسكها بدون أي صعوبة. تشاوميني يتدخل ويقطع الطريق. إذا أعزائي المشاهدين تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الأول. نتواصل مع حضراتكم مع انطلاقة ضربة البداية لشوط المباراة الثاني. صلابة دفاعية، خلص الكرة بمهارة كبيرة. فرصة والكرة في وضعية الهجوم. أوه فرصة هدف. ممتاز التصدي، برافو حارس المرمى، يستحق الإشادة. الله على التصدي لهذه الكرة. سهلة الكرة تصل بعد ذلك إلى مينيا. انطلاقة رائعة هنا، قد تكون يأمل الفريق بأن يستغل هذه الركلة الحرة الخطيرة. كرة ثابتة من مكان بعيد، ذهبت خطيرة جدا على المرمى. لم أكن أتوقع هذا بالتأكيد. تشاوميني، كومان، بتصل إلى كومان. تقدم هجومي ممتاز، يحتاج إلى تركيز في الخطوة القادمة. الحارس يبعد الكرة الرأسية التي لم تشكل خطورة. العربي السوداني، الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد. الفريق لازم يستغل فرصة الكرة المرتدة. يبعد الكرة عن مناطق الخطورة. كومان، تشاوميني، غريزمان بيلعب للمسة رائعة. شيب ممتاز هنا، خلصها بصعوبة. نعم بصعوبة حارس المرمى، الكرة تأتي للعارضة. تسديدة مباشرة في يد الحارس. كومان البحث عن تقليص الفارق، كرة في مكان. تصدي لكن الكرة في الملعب. تنتهي الخطورة في هذه اللقطة. اعتراض ناجح لطريق الكرة. تمريرة برؤية عظيمة. الله على التألق، شوف البراعة، شوف النجاح في التصدي. لم يتمكنوا من الحفاظ على الكرة. أثر الإصابة واضح عليه، والمدرب ممكن يجري تغيير الآن. كومان راحت إلى كوندي. الحارس يسيطر على هذه الكرة بدون مشاكل. بينية تضرب خط الدفاع. رياض محرز بدون مشاكل يعترض الكرة. الكرة بتتخلص بعد عمل جيد حقيقة. ممتاز التحرك لدعم الهجوم في اللقطة. في توقيت مثالي، انظر إلى هذا التدخل. غريزمان ضغط ناجح في الأمام. فرصة للتسجيل. تصدي هنا لكن اللعب مستمر. رياض محرز، تعود إلى محرز.
هكذا تكون التدخلات داخل ال 18. كرة كانت صعبة جدا في اللقطة الماضية، لكن حارس المرمى في الموعد يبعد هذه الكرة من الدخول. على الفريق أن يستغل هذه اللحظات الآن. الفريق ينجح في قلب السيطرة لمصلحته في هذه اللحظات. لديه المساحة الكبيرة على الطرف. تصويبة من رياض. كرة كان سهل اعترافها. واضح بأن المدرب سيدفع بلاعب بديل على دكة البدلاء. رياض محرز. بعد الضغط العالي لابد من الاستفادة من استعادة الكرة. إلى ضربة ركنية الآن. يفضل أن يرسل كرة قصيرة. رياض محرز. تعود إلى محرز. رياض محرز. بحث عن حلول الآن في الهجوم. الحارس يمنع الكرة، لكن الكرة ما زالت تشكل خطورة. تسلل الموجود وقرار صحيح. أدريان رابيو. تحرك اللاعبين في الخط الأمامي، لكن الخطورة بتنتهي على عكس ما توقعنا. كرة خطيرة على المرمى. الله على هذا الهدف، يحسم النتيجة هنا. هدف توسيع الفارق، هدف تأكيد الفوز وضمان الانتصار. نتابع الهدف مرة أخرى الذي بدأ بهذه التمريرة البينية المميزة، وأصبحت الفرصة قريبة جدا من المرمى، وبالتالي أصبحت سهلة على رياض محرز اللي استغلها بشكل جيد ووضع الكرة في الشباك ولم يترك للحارس أي فرصة. المباراة حسمت بالفعل. لم يعد علينا أن ننتظر صفرة نهاية لنتعرف من الفائز ومن الخاسر. الوقت المتبقي غير كافي للتعويض أبدا. نلعب الآن في الدقائق الثمانية الأخيرة من عمر المباراة. الفريق الآخر يبعد الكرة. الآن يجد الحلول بتحرك زملاء. هذه تصويبة. هنا يبدو كل شيء قد حسم، سيطرة وأداء ونتيجة عريضة تجعل الفريق الضيف مرتاح في هذه الدقائق الأخيرة في هذه المباراة. أي روعة في الأداء، مستوى هجومي مبهر، فريق لا يمل من مشاهدته ولا يتعب من تسجيل الأهداف. هذا الفارق الكبير يعكس الأفضلية الواضحة والمستوى الاستثنائي من الفريق. أوهو، العارضة لا تخون حارس المرمى وتبعد هذه الكرة إلى خارج الملعب. المدرب إذن قرر أن يغير في هذه اللحظات. نلعب الآن في آخر دقيقتين من عمر المباراة. يقطع باتجاه العمق. مايك ميريا يرتمي بشكل ممتاز ويتصدى هنا. التنفيذ هنا بشكل قصير. يدخل فيها إلى عمق الملعب. تصويبة، لكن الكرة فوق العارضة. شوف كيف ركنها بشكل سليم بمهارة في اللقطة الماضية، لكن الكرة عدت شوي وتحولت الكرة إلى خارج الملعب. وهذه هي الصافرة تعلن في نهاية المباراة عن فوز الفريق الضيف في هذا اللقاء. أداء كبير من الفريق، سيطرة على الملعب، نتيجة تعبر عن الوضع بالتأكيد، انتصار مريح يجعل الفريق عنده ثقة كبيرة في قادم الأيام. بالحديث عن مستوى رياض محرز الرائع في مباراة اليوم، الأداء ما عليه كلام، ساهم في فوز الفريق بلا شك من خلال تسجيله وحضوره القوي في أكثر من فرصة وتهديده وخطورته الدائمة.